السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم النهاردة علشان موضوع مهم جدا بيهم قطاع كبير من المواطنين، وهو إضافة المواليد. إضافة المواليد زي ما قلنا قبل كده هي كانت لأسر معينة بس اللي هم من الأكثر احتياجا أو من الأولى بالرعاية. النهاردة كان في تصريحات جديدة لوزير التموين وشدد على أن إضافة المواليد هي مش مطلقه يعني لكل اصحاب البطاقات ومستخدمي البطاقات التضمينيه، ولكن هي لبعض الفئات في المجتمع زي ما قلنا اللي هم الاولى بالرعايه. الناس دي او الاسر اللي ممكن ان هي تضيف المواليد هم ابناء الشهداء، وكان في كمان ابناء الاسر البديله، والاسر البديله قلنا ان هم الابناء في التبني، وأبناء مستفيدي تكافل الكرامة، مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وحالات قليلة جدا خاصة بتكون أولى بالرعاية، ودي بتبقى وفقا لطلب بيقدم إلى السيد وزير التموين وهو بيوافق بنفسه على الفرق. طيب إضافة المواليد ده بيتم إزاي عشان محدش يضحك على حضراتكم خالص؟ زي ما قلت مفيش إضافة مواليد على المواقع الإلكترونية، مفيش أي لينك حضرتك بتدخل تسجل عليه إضافة مواليد، مفيش حد ياخد من حضرتك أي رسوم ويقول لك عشان أعمل لك إضافة مواليد. إضافة المواليد دي بتتم مجانا تماما، يعني بدون أي رسوم، من خلال المكاتب التموينية فقط وللأسف اللي قلنا عليها فقط. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي المستفيدين على قاعدة بيانات مستحق الدعم اللي هم من أصحاب البطاقات التموينية، أسر شهداء، مستفيدي تكافل الكرامة، ضمان اجتماعي، أسر بديل،